بتنافس خليجي قوي اجتمع عشاق القطع النفيسة والنادرة في مزاد كبير تم تنظيمه في جزر أمواج لعرض وبيع المقتنيات النادرة والفريدة. هواة الأنتيكس قدموا مقتنياتهم النادرة التي تعكس الموروث الثقافي لكل دولة من دول الخليج بالإضافة إلى قطع تاريخية مهمة. الزميل طلال نايف حضر المزاد ووافانا بهذا التقرير. 16 17 18 18 18 18. زمن لم تعش تراه في مقتنيات مهما تم تلميعها وتجميلها ستبقى تحمل عبق الماضي. أناس يعيشون الماضي عشقا، فالناس تهوى قديمها بكل تفاصيله. من هنا خرجت هواية جمع المقتنيات القديمة أو النادرة أو ما تعرف بالأنتيكس، ما يجعلها ربحا أيضا في كثير من الأحيان. وحضرت أنا المزاد وشفت أنه في أدوات وأشياء تباع لأسعار خيالية طبعاً، إذا بتشوفها كشخص طبيعي، بس هم أصحاب الشغلة ويجمعون هالأمور هذه، فشيء غريب. طبعاً هذه المزادات بتكون علاقات وتقارب بين الشعوب الخليج. أنتيكات قديمة ليس لها مثيل إلا عن طريق هؤلاء الهواة الذين يجمعون المقتنيات النادرة التي طال عمرها ليبيعها بمبالغ قد تكون ثروة في مزادات خاصة. هذا مزادنا الثاني اللي تشرف فيه إخواننا من الخليج عامة، حيث القطع الثمينة والقطع النفيسة اللي حضروا بها الإخوان من جميع الدول مجلس التعاون. عندنا قطع تراثية كثيرة موجودة، منها يعني عندنا الرواديو، وعندنا يعني العمل القديمة، وعندنا الطوابع، وجميع الأشياء القديمة اللي موجودة عندنا في القاعة. 14 15 19. إشباع لهواياتهم ولعالم كنا نراه متواضعا فأصبح باهظا. اجتمع هواة الأنتيكس ليشعلوا مزادا مليئا بالإثارة والحماس يزايد على قطع أثرية نفيسة يصل عمر بعضها إلى عشرات السنين. محبي جمع الأنتيكات أكدوا أن هذه القطع تعد من مصادر التراث لكل دولة للحفاظ على تاريخها وجذورها. يعني حضورنا في مملكة البحرين عند الإخوان عرض ثقافات تدري بين دول الخليج، يعني اللي عندي في الكويت مو موجود في السعوديه مثلا، موجود في قطر مو موجود في عمان، فانطلاقه عاده انطلاقه بهالمزادات في الكويت والسعوديه وقطر والبحرين والامارات. عشق التراث هي الروح التي تدفع كل هاول للانتيكس، هي هوايه اصحاب الذوق الرفيع كما يراها اصحابها، تسهم في قراءه خطوط التاريخ. قطع اثريه لا زال عشاقها يقطفونها لكي يعودون لماضي أبائهم وأجدادهم. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.